وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها دعوة هي دعوة إلى التأمل في بديع صنع الله وخلق الله وبيان ما في هذا الكون من إبداع ينطق بعظمة الخالق جل وعلا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في صحيح السنة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه في الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرئ. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.